140 صورة في صور كثير مضبوطة لأشعة اثنين ما راح نعبر عليها بس في نقاط أساسية بالإضافة للمحاضرات اللي أعطيناها أول من السنة صح؟ بس هذا العمل الأولى بدي المنسق ينسقها كلياتها مع بعض عشان يكون واحد تعمل بس الله نتكلم زي كذا أي واحد فينا بيتعرض لحصار أو واحد قرايبه أو ابنه أو بنته صار خدمات بودية متكررة كثير صار شعر هو الـ IBB حقن المادة الضليلة ضمن المريض أو الصورة الضليلة للجهاز البولي أهم الصلاة الصورة الضليلة للجهاز البولي الحصيات التشوهات والآلام غير المكسرة والبيئة الدموية الصورة الضليلة نحن هذا ضليلة غير متشردة منحنى بالماء ضمن الوريد بجرعة 1 ملي على كيلو جرام من الكبار وبجرعة 1.5 واحدة 1.5 عند الصغار من تصفية حيوية عند الصغار تكون كل مبنية من مبنى الغاية الحليب ولذلك تصفية حيوية عند الكبار لذلك بعطي جرعة في تحضير معين للصورة الضليلة صورة الضليلة في هذا الكل في تحضير معين نعطي المريض مسهلات زي السرعة قبل يوم التصوير على رشاش خفيف يعطى زيت السرعة وقبل النوم يعطى كمان حفات الفحم الكربون 5 حفات 10 فحات والفحم غير ممتص لكن بيثبت عشان طاقة الغازات وصباح يوم التصوير كمان بياخذ 10 حبات فحم لطاقة الغازات المريض بعد العشاء وقت زيادة الماء إذا شرب الماء مسموح مضادات استمرار الصورة مضاد استقرار الصورة يكون كرياتين مرتفع مبدئيا احنا نقبل كرياتينين أقل من 2 من شان حق المرضى ضليلة كان كرياتين مرتفع دائما نعمل تحليل كرياتين نطلب المريض تحليل كرياتين اذا كان كرياتين اكثر من 2 مضاد استقرار مطلق من الحمار الضليلة نكون المريض عنده قصور كلوي خفيف نحن نعمل الضليلة بنفذ قصور كلوي حاد ضروري جدا اجراء تحليل كرياتين قبل الصورة مضادات استقرار نسبية البنية التأكلية المريض رغم نعمل تحضير الكورتيزون مثيل من نيزيرو قبل 12 ساعة أو الديكسا ميتازون قبل 3 أيام قبل داخلية المريض عنده قصة تحسس سابق كمان في نفس احتياطاتنا غرفة تصوير الشعاع لازم يكون فيها مصدر للأكسجين لازم يكون فيها إنها هيدروكورتيزون بسبب التحسس أو البلون أو الإكستاميتازول معانا كمان الأدرينالين لازم نفتح وريد كبير غالب يكون المقطع المريض إجراء الصورة ليس فرضا ولا يدل القلق إجراء روتيني والرواد قليلة راح نسميها إن شاء الله الساعة 5 غير متشردة مثل هلوني ذاك أحدثت الثورة على المطر تقريبا آمنة 100% حالات تحسس ما درجية ليش هذا الصدع عن الطائف؟ صدر الصورة صباح الزجاجية في الصباح المريض نعمل أول شيء صورة كيوبي
devam yani kim yanında anlar. موضوع المسكنات خاصة
لماذا تحط الثلاثة دول لا تعطي فكرة؟ مضادات التهاب الاستيرويدية والاستيرويدية موضوع خطير بالقرى الفلوي. بيجينا مثلا آخر شيء عبارة عن ترقب بشري، العبارة الكيل عبارة عن كيس. نعمل صورة قليلة من البحث السابق للحالة وعملنا مسكنات الكيل خلاص خلاص صندت استطباق تنشال استرسال كيل. نحكم لك كيل صامة شراعية الإجراء بعد 24 ساعة وذلك نشوف هلا في سادة ثلاث خلاص والضعف المدة 4 ساعات 8 ساعات ثاني يوم 24 ساعة نحكم هاي كلية صامتة ولا تفل شعاعية. متى ما صار في تهديد دولة الكلية بالنسبة للعوار يجب إزالته فورا في طريقة بالتفتيت الخارجي أو الداخلي أو التنظير أو العمل الجراحي. اللي بعده الكلية من الأعضاء النزيلة لازم تحافظ عليها. هاي بعد 15 دقيقة الصورة الثالثة طبعا بعد فتن بعد 15 دقيقة بعد 30 دقيقة 45 دقيقة هاي صورة الأي الأي جنية نموذجية. حقوق المثانة عند الإناث طبعا لازم يكون مثانة فوق الاتفاق العامي. إذا نزل تحت الاتفاق العامي في الصورة الأمامية خلفية وليس ارتجاعي لكن مع الموقف مثلا اللي بعده اللي بعده هاي رجعت أول شيء 1 مينت هذا حصل اللي بعده. كثير أحيانا يجينا طفل عنده وقيات معندة أو عنده حس شفقة أو عنده قبيض نفس نشوف الأطفال إما بعلاجها أو نشوف ماسور مريض رئوي عفوا مريض قصبي أو رئوي بنعمل صورة ضئيلة للجهاز الهضمي للجهاز الهضمي العلوي. عند الأطفال لازم الطفل يصوم 3 ساعات عند الكبار من 6 إلى 12 ساعة نعمل هذه الصورة. شايفين المريض صورناه البارح عنده تضيق في أسفل المري عنده توسع بالمري عنده غياب الحركات التمهدية والحموية للمري عنده انزياح للمري للأيمن صح؟ مناخ من الأمام أكلازيا الأكلازيا الخلقية نادرة. متى ما تشخصنا أكلازيا خلقية يجب أن نبحث عن المتلازمات. في المتلازمات تتفاقم مع الأكلازيا الأكلازيا بشكل معزول غالبا ما تجينا الطفل الرضيع. ثم عند الكبار نشوف كثير أكلازيا المكتسبة. اللي بعده نفس الشيء شايفين المنظر. اللي بعده في حدا من الفئة الأولى حضر هلا كمان ما في. اللي بعده هيك كمان شباب الصورة بسيطة الصورة بسيطة الصدر شايفين في سوية في سوية سائلة غازية ضمن الموصل تمام. هاي إما أكلازيا أو المري العرقل إما أكلازيا أو المري العرقل. أما هذا بصراحة هو مريض عن منه صار مري ومعارض فقرة في المادة سحب المادة اتجاه الصدر أنا فتكون ما عندها بعدها ونشوف أكلازيا موضوع حتى أنا سحب المادة أو استرسال بري ومقابلة قسم الأبيض من بري مع الجاهلة ها؟ بالنسبة للعلاج ليش؟ في الأكلازيا إحنا شعوعيا أنا ما بعرف العلاج إحنا ضد شعوعيا العلاج الصلب الهضمية والجراحة مضبوط في تسكت أنا ما كثير دخلت العلاج أنا أول ما درست زي ما تقرأ الفصول وراح كثير طالب الطب او ذات الاختصاص يفكر بمنهج ثاني يفكر بكل شيء.
بس بالاختصار بصير يفكر بشيء واحد. انا بفكر بس شو عالي. حصلنا كثير من هذا المثال هذا شايفين هذا الغبيض، هذا شو هذا؟ لا
حيث تكون ذات رئة وجنب، أو ذات رئة وجنب.
بعدهم هذا مشوش كانوا.